بتطول ايه علميا اطول. عصبت ريان، زعلت زعلت. ليش بدك تاخذي المايك؟ بس قولي لي ليش. مرحبا، كيفك؟ عارفين عن اسمك؟ بتول. بتول. وهالحلوة شو اسمها؟ ريان. ريان ريان بتاخذ كل شيء اليوم ريان. طيب رح بلش معك بالاسئله. بدي خبرك خبر انه اخر سؤال هو سؤال المفتاح، يعني بدك تجاوبيني عنه صح لحتى تربحي كل شيء. طيب اذا خطا رح تخسري. رح بلش معك باول سؤال. ما هي الفسيفساء؟ هل هي اكله شعبيه ولا نوع من امراض البشره ولا نوع بصيب المعده؟ مرض يعني بصيب المعده. مرض بالمعده. مرض بالمعده. متاكده؟ متاكده. اوكي طيب صح، هي اول جواب صحيح. شو هاد شو هاد؟ طيب بدي اسالك، ما نوع الطاقه اللي بيصرفها القطار بسرعه 5 كيلومتر؟ هل هي الطاقه اسمها طاقه شمسيه ولا كمونيه ولا عائليه؟ عائليه. طاقه عائليه. متاكده؟ متاكده 100%. 100%. الله عليا، طاقه عائليه. هي كمان الجائزه الثانيه، برافو عليكي. طيب شو بدي اسالك، ما شاء الله عليكي انت دغري عم تعطيني الجواب، يعني شو دارسه انت؟ للتاسع. للتاسع. طيب حلو، معلوماتك برافو يعني قوية. طيب عنا داروين اكتشف بنظرية أينشتاين عدد الشعيرات برأس الجنين المولود. انت لازم تكون انتبهتي وقتها جبتي بنوتك، قدي كم شعرة كان عندها؟ 6 مليار ولا مليونين شعرة ولا 5000 شعرة؟ شي مليونين. يمكن مليونين. تأكدي مو؟ برافو. عادتيهم ولا انت؟ الله عليك. برافو. كمان هي الجائزة. معنا تضل سؤالين، فأنت لازم تركزي بآخر سؤال كتير. هي. تمام؟ هي. طيب شو بدي أسألك، من هو العالم الذي اكتشف الجاذبية؟ نيوتن ولا بيوتن؟ نيوتن. نيوتن. معروفة، برافو عليك، صح. وهي كمان ربحتي. شو هاد شو هاد يا؟ بيان آخر سؤال. آخر سؤال تماماً. طيب مين أطول؟ أطول، انتبهي، الزرافة ولا الحصان؟ زرافة. متأكدة؟ ايه. الجواب نهائي؟ نهائي. طيب اوكي، خطأ، لأنه الزرافة صح رقبتها طويلة، بس هي ما يعني في دراسة أثبتت أنه الحصان إذا بيرفع رقبته، يعني لو بيرفع رقبته أو راسه يعني بيطلع أطول منه بالطول، إيه علمياً أطول. فأنتي هارد لك إلك، عصبت ريان، زعلت زعلت. طيب بدي اقول لك هارد لك الك، وان شاء الله هيك تربحي معنا بالحلقات الجايه او بشيء ثاني نحن ممكن نساوي. شكرا كثير لك، باي باي يا حلوه. باي 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 باي. شكرا. معلش عزبك ترجعي. نعم. هاي. لك ليش بدك تاخذي المايك؟ بس قولي لي ليش. انا عم بمزح معي. ايه ان شاء الله يا رب. عم بمزح معي. هو كل هذا الشيء مزح؟ انت جاوبتي كل شيء خطا. يعني جوابك الاخير صحيح. فلهيك بدي اقول لك انت ربحتي معنا جائزه، اكيد انا حزعلك. وتفضلي يا حلوه. من يلا تي في، شكرا كثير لك، وخلي لك الحلوه. باي 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 ليلى. باي باي ليلى. باي ماما. خلص ما عاد بدها تساوي شيء. باي. سلمي. شكرا. صغير حي ما اعرف شو. بلا رجعنا على راجعي. ماكلو ماكلو. ما شاطر كثير بالفيزياء ولكن على ادبي، لانه ادبي على الله. يعني انت هيك عم تجاوب. كيفك؟ الحمد لله تمام. عرفني عن اسمك. انا احمد حمدون. احمد شو دارس يا احمد؟ بكالوريا ادبي هالسنه. برافو. شو كيف الدراسة؟ نص نص. مو عندكم فحص انتو هلا؟ بلا لكن على راجعي. راحت الجائزة خلص. شكرا يا حلوة. هلا طيب. رجعنا من الفحص. هلا رجعت من الفحص، كيف قدمت اليوم؟ الحمد لله تمام. تمام رح ارجع اعمل لك فحص ثاني، شو رأيك؟ طيب. عم بريك. اوكي. طيب نحن عندنا غاز من الغازات بيساعد على زيادة الحرائق، عرفت؟ يعني انت شغلت مثلا شجرة، في غاز إذا كان موجود بتشتعل الشجرة أكثر. هل هو غاز ثنائي اكسيد الكربون ولا غاز الهيدروجين ولا النيتروجين؟ لا نيتروجين. 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 متأكد؟ ايه. متأكد؟ اماي شاطر كثير بالفيزياء ولكن على ادبي، لانه ادبي. طيب اوكي، بس لا معلوماتك برافو يعني صح. برجع بتعرف الجائزة مرة ثانية. هي أول وحدة صحيحة، اوكي. طيب. ثاني سؤال، سمعان بشيء اسمه عداد جيجر؟
لا مو سمعان فيه؟ معقول؟ طيب رح أعطيك خيارات، هل هو آلة رقمية ولا آلة لحساب عدات الدم ولا عداد نبضات القلب؟ يعني القلب ولا الدم ولا آلة رقمية؟ آلة رقمية؟ آلة رقمية؟ قلت لك أنا ما بعرف إنه لا عداد شيء ولا على إيه؟ عدد رقمية على الله يعني أنت هيك عم تجاوب إيه؟ طيب أوكي، يعني شو أنت برأيك صح ولا غلط؟ عداد دم هو؟ أنت شو قلت رقمية؟ رقمية ممكن عداد دم؟ عداد دم، طيب أوكي برافو صح والله عرفت أنت الإجابة، كيف هيك عم تعرف صح؟ طيب بدي أسألك سؤال خطير، ما بدي طيب سؤال، ما هو أعلى جبل بالعالم؟ إيفرست ولا كي ولا ماكلو؟ لا جبل إيفرست خطأ. لا صح؟ لا خطأ كيف إيفرست؟ هي مو جبل إيفرست بعدين؟ هي جبال؟ لا مو جبال، هي قمة، هي أعلى قمة يعني بالعالم يقولوها جبال إيفرست. أنا بعرف بلنا؟ خطأ، ضل عندك كي وماكلو، يلا اختار من بيناتهم. ما عم تعرف شيء، عم تخسر. ماكلو؟ متأكد. يعني متأكد؟ لا خليها على كي. كي، شو يعني كي بالإنجليزي؟ مفتاح؟ طيب أوكي، أحزور شو؟ أنت ربحت جائزة على فكرة. هاي الصندوق كله بدك تاخده أنت على البيت تروح وفزت يعني. عرفت؟ إيه، بس إسا في سؤال، هذا سؤال المفتاح. بس ما بتعرف انت شو هذا المفتاح الرئيسي يعني البرنامج كله يلي هو شو اسم صغير الحمار؟ صغير شو؟ الحمار. صغير حمار شو؟ شو صغير الحمار يا جماعة؟ مين بيعرف؟ جحش. بالله؟ عم تسب؟ لا عم تسب على الكاميرا؟ لا انا عم بقول انه عن جد عيب عليك. لا انا عم بقول انه عن جد يا شباب بسرعه وقف التصوير، ما عيب عليك. لا انا عم بقول يمكن الجحش. لا انا شفتك عم تقول جحش. لا عم بقول يمكن الجحش. لا خطا، ما بصير بسرعه. عم بمزح معك، هلا بدي ارجع امزح معك مره ثانيه، فانت هلا خسرت. شكرا. زعلت؟ لا ما زعلت. لا ليش؟ لانه هي اول مقابله بعمل يعني. عن جد ان شاء الله الاخيره يا رب. طيب اوكي. انا عم بمزح معك بس بعرف. انت خسرت. اوكي شو طبعا. اسم البرنامج اسمه هارد لاك الموسم الثاني. انا هون. شو كان اسمك؟ احمد ليك انا عم ركز، كنت معك عم حاول ركز بمعلوماتك بس معلوماتك كلها غلط، وانا لانه مشان ما زعلك مشان ما ترسب بالفحص تبعك البكالوريا والفحص هذا مشان قلت هيك رح ربحك انا وعم بمزح معك، وانت قلت ايفرست هي صح بس انا قلت لك انه غلط مشان اضحك عليه. تفضل. سلم عليك. هاي الجائزه مقدمه من يلا تي في لإلك. واسفه اذا كثير خلصت عليك بس انه هيك اهلا وسهلا. شكرا.